ينضم معنا عبر سكايب من رام الله الخبير العسكري اللواء الركن المتقاعد واصف عريقات. أهلا بك معنا عبر شاشة التغيير، وبعد التحية من الناحية العسكرية، هل تورطت إسرائيل في العملية البرية ضد غزة مع العمليات النوعية اليومية ضد قطعاتها باعتقادك؟ بالتأكيد، تحياتي لك والمشاهدين والمستمعين كافة. يعني واضح من تصريحات الناطق العسكري اليومي لإسرائيل، قبل قليل كان يتحدث ويقول أن جنودهم لأول مرة يترجلون على الأرض ويواجهون المقاومين الفلسطينيين. هذا الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، 6 أيام متتالية وهو مختبئ بدباباته ومختبئ تحت مدفعه وتحت طائرته، فبالتالي حينما يجبر الجندي الإسرائيلي على الترجل، أنا بتقديري بدأت المعركة الحقيقية الآن والمنازلة، وسيكون عداد قتلاهم وجرحاهم أعتقد في تزايد. الصحف الإسرائيلية اليوم تحدثت وقالت القضاء على حماس يحتاج إلى سنوات. قادة عسكريون كبار لهم تجربة في الميدان قالوا حتى الآن لم يحقق الجيش الإسرائيلي أي إنجاز على الأرض، بمعنى أن الجيش الإسرائيلي اندفع إلى المنطقة وهو يجهل قدرات المقاومة وما لدى المقاومة من إمكانيات ومن خطط ومن تكتيكات ومن استراتيجيات، وها هو الآن يدفع ثمن جهله ويدفع ثمن عدوانه وحرب إبادته الجماعية على قطاع غزة. نحن نعلم أنه هناك 100 طائرة في قطاع غزة على مدار الساعة تستهدف المدنيين في حرب إبادة جماعية، ومع الأسف الأمريكي قبل قليل من خلال تقريرهم الذي ظهر يتحدث عن القانون الإنساني والقانون الدولي، ويطلبون من إسرائيل بدلا من أن تتحدثوا عن القانون الإنساني أوقفوا مدكم بالطائرات بالقنابل أوقفوا هذا بدلا من الحديث. أنا أعتقد أنه ما يجري الآن هو دعم أمريكي ودعم غربي مطلق لإسرائيل. حينما يقول هليبي رئيس الأركان ووزير الحرب جالانت لا يهمنا العالم، سنقوم بما يجب أن نقوم به، إذن ماذا يريد؟ هو يريد أن ينفذ ما قاله رئيس الكيان الصهيوني في اليوم الأول، قال نقتل الفلسطيني لأنه فلسطيني، ونتنياهو قال لا تسألوني عن الإنسانية ولا عن القوانين الدولية. فبالتالي نحن أمام حرب إبادة حقيقة. نحن في فلسطين نعيش في مرحلة عام 1948، حينما اقتحمت عصابات شتيرن والأرغون وهاغانا 775 قرية ودمرت 550 قرية وهجرت الآلاف من الشعب الفلسطيني وقتلت 15,000 فلسطيني في نفس العام. نحن نعيش في ذات المرحلة، ولكن بصورة حضارية تغلفها مع الأسف الديمقراطية الزائفة للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. نعم أستاذ واصف، يعني تكتيك اللدغة فيما يسمى حرب العصابات والمواجهة بين أفراد مسلحين وقوات عسكرية واضحة، هل إسرائيل مهيئة لمثل هكذا معارك برأيك؟ يعني إسرائيل تحاول تطعيم جنودها في ميدان المعركة، ولكن هي مهيئة كجيش كلاسيكي اعتاد أن يقاتل جيوش نظامية يتفوق عليهم بالطائرات وبالمدفعية وبالدبابات وبالمعدات. أما على الأرض فتكون هذه الجيوش، يعني كما حدث عام 1967 وعام 1973، مثقلة بالمعدات، وحين يتم تدمير المطارات وتدمير المواقع العسكرية تصبح هذه المعدات العربية يعني غير مؤهلة للقتال في ظل تفوق جوي وبري عند إسرائيل. أما في حالة المقاومة عبارة عن مجموعات صغيرة عصابية تضرب تتحرك من مكان إلى آخر، تستخدم نقاط قوتها أمام نقاط ضعف العدو، هناك كمائن، يعني لا تعتمد على المعدات القتالية بقدر ما تعتمد على الإنسان وإرادته وشجاعته وبسالته، وهذا هو المعيار الآن في الميدان. نعم، ألا تعتقد بأن الحرب الطويلة التي تحدث عنها المسؤولون في تل أبيب سترتد عكسيا على تل أبيب بعد فشلها في تحقيق أي تقدم فعلي باستثناء قتل المزيد من الأبرياء في غزة؟
أنا أعتقد من يقصر أمد هذه المعركة توالي النعوش ومزيد من الأسرى الإسرائيليين عند المقاومة الفلسطينية، وأعتقد أنه هذا سيكون قريب. نعم، باعتقادك هل بدأت المجازر الإسرائيلية المتواصلة في غزة بتكوين رأي عام عالمي مناهض لإسرائيل وهذه الحكومة المتطرفة فيها؟ يعني أختي العزيزة، في ظل يعني وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، نعم، وما يشاهدوه على الفضائيات وعلى الأرض من هذه الجرائم، حرب إبادة جماعية، نعم، يعني أكثر من 70% من الشهداء، وقد تجاوز عددهم 9000 من الأطفال، وطبعا أعداد مماثلة ما زالت تحت الأنقاض. أنا أعتقد أنه ما زال في الحياة هناك يعني إنسانية، ليست عند الأنظمة الظالمة ولكن عند الشعوب حينما تشاهد هذه المناظر، أنا أعتقد أنها تنفطر قلوبها هذه الجرائم والمجازر في القرن 23. أنا أعتقد لم يحدث في تاريخ البشرية مثل هذه الجرائم وبشاعة هذه الجرائم والتصرف الإسرائيلي الذي يأمر على أعلى مستوى بقتل الفلسطيني لأنه فلسطيني. فبالتالي حينما يكون هناك 100 طائرة، يعني كل كيلومتر في قطاع غزة له 3 طائرات تدمر كل ما هو حي، يعني حينما يخرج الوزراء الإسرائيليين ويمنع الماء ويمنع الغذاء ويمنع الكهرباء على الفضائيات يقولوها، إذا العالم يسمع، العالم يشاهد، أين هم؟ أين هذه الديمقراطية التي يتبجحون بها؟ أين الإنسانية؟ هل يختلف الطفل الأمريكي عن الطفل الفلسطيني؟ نعم. السؤال للمسؤولين الأمريكان الذين يتشدقون، طيب الأطفال هؤلاء ما ذنبهم؟ النساء ما ذنبهم؟ لا يحملون سلاح، لا يقاتلون. فبالتالي أنا بتقديري هذا الظلم الآن انعكس من خلال بث الحقيقة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وهي التي تخدم الآن القضية الفلسطينية. نعم، أستاذ واصف، هؤلاء المسؤولون بالأمم المتحدة الذين تحدثوا بشكل واضح ومباشر عن الجرائم المرتكبة وأن ثلثي ضحايا القصف من النساء والأطفال، هل نتوقع محاسبة مستقبلية للمسؤولين الإسرائيليين عن القتل باعتقادك؟ يعني ما دامت الولايات المتحدة الأمريكية ومعها الغرب في حالتهم من القوة ومن البطش، أنا أعتقد لن يتغير شيء، ولكن الصفحات المجيدة التي تسطرها غزة وتسطرها فلسطين الآن، والتي ستنسحب على المنطقة برمتها، أعتقد سيكون هناك تغيير بقوة القوة وبقوة الحق وليس بالظلم. يعني نحن نشاهد أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود العالم وهي تدعم إسرائيل في حرب الإبادة الجماعية ضد شعب أعزل لليوم 26، حتى الآن المقاومة الفلسطينية ما زالت صامدة، لم تمس، صحيح أنها تتألم لهذا الكم من الشهداء، ولكنها ستسجل صورة بطولية تغير معالم العالم كله. طيب برأيك يعني ما هو المسار الأمثل اليوم لإنهاء الحرب على غزة بشكل فوري، وهل ينجح الحسم العسكري فيها؟ حسم عسكري لإسرائيل لا يمكن. الحسم العسكري كما قلت لك أختي العزيزة، مزيد من الخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي، مزيد من النعوش تتوالى إلى تل أبيب. لن يستطيع نتنياهو الاستمرار، لأنه حتى الآن مطلوب منه أن يستقيل، ومطلوب أيضا للمحاكم. فبالتالي كل هذه الآلام وكل هذه الحروب هي من أجل بقاء نتنياهو وسارة في الحكم، هذا هو، يعني يريدون أن يبقوا على كرسي الحكم ويحتسون الويسكي على حساب يعني معاناة الشعوب، وحتى الإسرائيليين أنفسهم يقولون هذا الحديث. نعم، إذن اللواء الركن المتقاعد واصف أعريقات، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.